السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتي وقت مصلوا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله رمضانكم مبروك وينعاد عليكم بالخير والبركه. اليوم ثالث رمضان، حبيت نهزكم نعمل بكم دوره في الثانيه متاعنا اللي هي في تونس، يعني وين دارنا هذه اللي هنا زارعين شعير وقصيبه والفصه، حصيلوا علف للبقر. باش نوريكم يعني شنو عندنا نحنا بالضبط، يعني وين نعيش انا مش بالتفصيل، اما كومين باش نوريكم يعني كيفاش نقولوا نحنا الثانيه من بعيد، الثانيه بتاع الزيتون لما حالها هي مش كميه كبيره، اما كومين الحمد لله يعني منتوجنا الخاص يعني استهلاكنا الخاص من دارنا ما نستحقوش باش نشرو من برا. وبالطبيعه اليوم ان شاء الله في الفيديو هذايا الوصفه نتاعنا باش تكون من ايدين ست الحبايب، ربي يفضلها ويفضل لكم امهاتكم الكل ان شاء الله. باش نطيب لكم اليوم امي باش تطيب لكم خبز الطابونه على اصوله باش يجيكم من دارنا، تشوفوا طريقه مبسطه وسهله. نكمل توا نعمل بكم دوره لهنا في وين الزرع هذايا، شوفوا الخضار ما شاء الله غادي خطر سقوي، كل شيء سقوي يعني. ولهنا هذيك الزيتون من بعيد، لهنا البارتي هذيك نقولوا نحنا حشوها والا حصدوها خاطر يعرفوا بها في البقر. ديجا اختي وامي قاعدين توا يحصدوا في القصيبه باش يهزوها للبقرات قبل ما يبدوا في تحضير شقين شق الفطر. بالطبيعه لهنا هذوما الزيتون نتاعنا كيف ما شفتوا عندنا تقريبا 40 هكا 40 شجره نتاع زيتون كبار. من قبل لا نولد انا الزيتون هذايا موجود، يعني من قبل نجي انا للدنيا الزيتون هذايا موجود، من اول الثمانينات الزيتون هذايا مزروع موجود في دارنا. بالطبيعه عندنا جرده اخرى فيها الرمان وفيها التوت والبرتقال، ان شاء الله في فرصه اخرى ان شاء الله بقدره ربي. كان اختي بعثت لي فيديو تو نوريه لكم، لان كيف ما شفتوا الماء هكا سايب في الجرده في الزيتون يعني خاطر سقوي. هاو كان الماء، وبالطبيعه باش نوريكم الماء منين جاي خاطر في دارنا عندنا سانتاج كبير، يعني الماء يمشي للجابيه وبعد الجابيه هذيك تفرق تمشي تفرق على الثانيه، يعني تفرق للزيتون وتفرق للقصيبه هذيك المزروعه. ها هي الجابيه كيف ما تشوفوا لهنا الماء قاعد خارج من السانتاج، يعني من قاع الارض نقولوا نحنا ما شاء الله خيره ربي. هذايا السانتاج هذايا بريسك من تقريبا من 2016 هذايا طلعناه، مازلت انا الحقيقه مازلت ما جيتش لتركيا، مازلت انا نخدم. كان عندنا بير عادي يعني بير كما تعرفوا اللابار، ولهنا كيف ما تشوفوا بالطبيعه باش نوريكم كيف ما تشوفوا ما شاء الله الطابونه مليانه بالخبز. نحنا في دارنا نقولوا على فكره نقولوا باللغه باللهجه العاميه نقولوا جريدك راهو، وفما شكون يقول خبز الطابونه، وكل واحد حر بالطبيعه اشنو يسميها. هذه مرت خويا، هذه لهنا مرت خويا، هي ومرت خويا الاخرى، خاطر نحنا في دارنا عندنا ثلاثه كناين يطيبوا، مثلا زوز كناين يطيبوا في الطابونه هذيا، وامي تطيب معاها الكنه الصغيره، يعني اربعه ديار معناها عندنا زوز طابونات في الجرده يطيبوا الناس الكل. هذه لهنا امي باش تبدا تولع عجينه تعجنها. لهنا تقريبا خذت زوز كيلو سميد ارطب، حطت عليهم مغرفتين كبار خميره فوريه، وحطت عليهم مغرفه نتاع ماكله ملح كيف ما شفتوا. لهنا المكونات قلت لكم بالتدقيق خاطر اختي هي اللي قالت لي على المكونات بالطبيعه حطتهم، وامي قالت لها قول لها راهو هكا وهكا. ولهنا كيف ما شفتوا صبت كميه من الماء باش تبدا تلم العجينه هذيك كيف ما شفتوا، خاطر تعرفوا السميد يشرب برشا الماء، يعني هي عينها ميزانها كيف ما نقولوا مستانسه، يعني سنين الله وهي هكا تعجن في الكسره والخبز، وحصيلوا انواع وما شاء الله انواع واشكال خبز تعملهم في الدار كيف ما شفتوا. والماء بالطبيعه لازم يكون دافي بشكل عجينه هذيك تخمر لنا كيف ما شفتوا، تبقى تزيد في الماء وتلم. وبالطبيعه تعرفوا انتوما العجنان نتاع الكسره والا الخبز بالطريقه هذه، يعني عندنا هذه الطريقه الاصليه نتاع العجنان كيف ما شفتوا، تبدا تلم من الجناب هذيك الكل وبعد تعجنها بالباهي. لهنا نقولوا نحنا تقطع العجينه، تقطع العجينه بمعنى اني تقسمها على زوز كيف ما شفتوا، وتبدا تعجن فيها بالطريقه هذه اللي يتلمك السميد هذاك الكل من الجناب، وبعد تبدا تزيد في الماء بشوي بشوي وتعجن كيف ما شفتوا. هذا السميد الكل تلم، وبالطبيعه من بعد تبدا تزيد في الماء بشوي بشوي وتعجن كيف ما شفتوا،
ولهنا بعد ما كملت عجنتها بالباهي، العجينه كيف ما شفتوا ما شاء الله ولت طريه، تو لهنا باش تتكعبرها العجينه هذيك، تعملها في شكل كويرات صغيره كيف ما تشوفوا، يعني على قد خبزه الطابونه والا على قد كعبه الجريد كنقولوا نحنا. كيف ما شفتوا تبدا هكا مثلا عينها ميزانها يعني مستانسه خاطر سنين الله وهي تعمل فيها، مش حاجه جديده عليها. تبدا تكعبرهم وتحطهم فوق المنديله غاديك بجنبها، ومن بعد ما تكمل تكعبر بالطبيعه الكلهم باش تفطرهم، يعني باش تقرصهم نقولوا نحنا بلهجتنا نحنا يعني في دارنا نقولوا تقرصها، يعني تفطرها كيما الخبزه، يعني على قد خبزه الطابونه كيف ما نعرفوا كيف ما شفتوا. وبالطبيعه تو تشوفوا في الاخر شنو عملت بالضبط. هذه فما شكل من اشكال الخبز نتاع الطابونه تعمله لنا ونحنا صغار، قبل كنا نتعارك وقبل شقان الفطر كل واحد يجي دوره نهار يقولها امي اعمل لي القرن نتاع الخبز هذاك، القرن اللي هو يبدا طويل كما يشبه الشكل نتاع كعبه البخارق، كل يوم يجي دور واحد باش تعمل لنا القرن هذاك ويتاكل مع القهوه في شقان الفطر والا حتى في السحور يتاكل بنين على الاخر. كيف ما شفتوا تو تحط لك عابر هذوما بحذاها تفرغ بلاصه، وتو باش تبدا تفطر الكعبات هذوكم تاع الكسره والا الخبز كيف ما شفتوا بالطريقه هذه، يعني على قد خبزة الطابونه. كيف ما شفتوا هذه قرصتها بالباهي، ومن بعد باش تحطها فوق المنديله لين تكمل الكميه كلها كيف ما شفتوا من بعيد هكاك تحطها، وتبعدهم شويه على بعضهم خاطر باش تخليهم ديجا هي عجنتها ديريكت وقصتها قسمتها وقرصتها كيف ما نقولوا نحنا، وباش تخليها تخمر على البلاصه، يعني ما خليتهاش لين تخمر وبعد قصت لها طيحت لها الخمور ولا حاجه، لا ديريكت يعني بعد ما عجنتها قسمتها وكيف ما شفتوا تفطرها وتحطها تخمر على بلاصتها هكاك، وبعد ديريكت تمشي بعد تطل عليها تعمل طل عليها بعد ما تخمرك الكسره هذيك والا العجينه هذيك، تمشي ديريكت كيف ما شفتوه هذاك هو الجراين اللي نحكي لكم عليه هذاك. قبل كي كنا صغار كل يوم يجي دور واحد، وبما اني اختي الصغيره بالكل تو في الدار، هي محاله مش صغيره تقرب باك سنان، يعني ديما هي هكاك مدلينها ديما القرن هذاك ليها هي. كيف ما قلت لكم بعد ما فطرتك الخبز هذاك غطيته تو بالمنادل كيف ما شفتوا، وباش تخليه يتخمر، وقت اللي يتخمر باش تمشي بالطبيعه تشعل الطابونه، تجيب الحطب وتشعلها. هذه هي الطابونه لهنا كيف ما تشوفوا، حط لها الحطب، الطابونه هذه في وسط الجرده عندنا زوز لهنا، الصوره لمحاله بالطول صورتها لي اختي، وكيف ما شفتوا هذه الطابونه، يعني النار شدت يعني وتبقى تزيد لها في الحطب. هذيك امي بحذا الطابونه بالطبيعه اللي هي بها، وقت اللي ينقص الحطب شويه تزيد لين تتحصل على كميه باهيه من الجمر نقولوا نحنا ولا النار. ولهنا كيف ما شفتوا نظفت الطابونه وتو بدت تلصق فك الخبز هذاك، يعني بعد ما خمر وسخنت الطابونه بالباهي توا بدات تلصق فك الخبز هذاك كيف ما شفتوا بالطريقه هذيا. طريقه سهله وبسيطه صدقوني، ويجي خبز بنين على الاخر. وبالطبيعه من بعد توا تشوفوه الخبز وحدكم وحدكم تشوفوه كيف ما شفتوا، تبل يديها بالماء وتبل الخبز نتاعها باش الخبز يلصق لها، يعني تبله من الشيرتين وتلصق الخبز من شيره انه باش يلصق ومن شيره الاخرى انه باش يتحمر. ومن بعد الخبز وقت اللي تيب بالشيره هذيك اللي تيب لصقت في الحيط نتاع الطابونه بطبيعتها باش تطيح وحدها، يعني تسيب الطابونه وتطيح يعني فوق الجمر هذاك، وامي تكمل تحمرها يعني من الوجه الاخر وتحطها في الطبق والا في القصعه، نحن نقولوا القصعه نتاع الخفاف نقولوا نحن اللي هي الومنيوم كيف ما شفتوا فيها حاطه فيها العجينه. هذه الخبز كيف ما شفتوا ما شاء الله، هذه الطابونه الثانيه يعني خاطر هما زوز مع بعضهم يشعلوا كيف ما شفتوا. الخبز ما شاء الله لونه ما شاء الله يحكي وحده، هذه هي طريقة الخبز خبز الطابونة يعني في الرياف وخاصة في دارنا، هما لما حالة كلهم كيف ما شفتوا لهنا بجنب الطابونة فما زوز قصاع اللي هما متاع نسوين اخواتي، وهذه القصعة متاع امي كيف ما شفتوا. خبز الطابونة ما شاء الله لونه يشره، نودكم ولنشهيكم وان شاء الله يا رب يكتب المكتوب والروح، وهاك القراين تشوفوا فيها وينه في وسط الطابونة يطيب كيف ما شفتوا، لين تكمل الكمية الكل ومن بعد تهزها ويشقوا فترة بالطبيعة. ان شاء الله الفيديو عجبكم وان شاء الله الوصفه هذه عجبتكم من يديات امي العزيزه، ان شاء الله ربي يفضلها لنا ويفضل لكم امهاتكم الكل شهيه طيبه، وفي وصفه جديده ان شاء الله الملتقى وفي امان الله.